مرحبا يا أطفال، عمو يزيد يعطيكم موعد بحلقة جديدة من حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. يوم 10 ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك يوم 10 ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق الحيوان. أحبائي، في هذه الفترة هذه أحداث 11 ديسمبر 1960 والشاطر يعطينا الحل، حكايات فيها عبرة حكمة مثل. اليوم سوف نتحدث عن أحداث 11 ديسمبر 1960، مظاهرات الجمعة 9 ديسمبر 1960 بمدينة عين تيموشنت بعد وصول الرئيس الفرنسي ديغول والتفكير في قضية الجزائر. إذن أحبائي، كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الأعرج والأعمى. ماذا رأيكم عمو يزيد لكم أغنية تتغنى بالنملة؟ جاءت نملة تقصد حقلة، تغنوها معايا. كانت نملة تقصد حقلة، تمضي إليه تطلب أكلة، قال لها الإنسان كلا، هذا حقلي وأنا أولى، عودي لا أهلا ولا سهلا. وانتم يا أحبائي إلا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار أراء وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حلي برامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء. ترقبونا، كونوا في الموعد. عمو يزيد.